بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوانه. أما بعد، بحول الله سنتحدث قليلا عن الحال التي هي معنى مقلقة خاصة في العالم العربي. مقلقة لأن التيارات الإسلامية كثر عددها ولم يوحدوا صفوفهم، لأن الإسلام جاء لتوحيد الله ولوحدة الأمة. لكن الذي يحزننا، أي الأحرار اللي هم عباد ربي مخلصين، هو أن الناس لهذا ولا كل واحد معجب برأيه، وربنا سبحانه وتعالى نعى عن المشركين هذه الخصلة الذميمة: كل حزب بما لديهم فرحون. أعنى يا ناس، رانا مازلنا ما فقهناش الإسلام، لأن الإسلام هو قبل كل شيء استسلام لله. سميشن، لا سوميسيون، هي بالفرنسية لحد الآن غايبة عند أكثر التيارات الإسلامية. التيارات الإسلامية كي تبحث قليلا عن رضوخ لشرع الله تلقى رضوخ شكلي، مش رضوخ فعلي على مستوى الروح والفكر والعواطف والمنطوق والغير المنطوق المسكوت عنه. تلقى عادة اللي هذا عنده برنامج، ناس الأحزاب الكل في العالم عبر التاريخ، كل حد عنده برنامج، وأغلبهم يكذبوا في برامجهم، يرد روح ملائكة هو من وأشأ من الشياطين، من شياطين الإنس والجن، بحيث اللي أراه وأنصح به هو أن كل حزب اللي فعلا يقول أنا مسلم يجب قبل كل شيء يتق الله فيما يقول وما يفعل، لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يسمح باش يكون العبث بسمعة الدين يطول. كلنا نخطئ ونصيب، وكل بني آدم خطأ، وخير خطائنا التوابون. لكن أن نمضي قدما في تضخيم هذه الحالة، هذا لا يليق بنا إن كنا فعلا مسلمين. ولهذا كل حزب، سواء كان نهضة ولا تحرير ولا سلفيين ولا أي، كلهم ولا حتى الصوفية، يا ناس راكم بصراحة بعدتوا عن المراد من الدين. الدين ليس من طلب سمعة، والدين ليس طلب سدة حكم، والدين ليس طلب ريادة، ولا الدين ليس طلب تسلط. الدين قبل كل شيء ورابط بالله سبحانه وتعالى، ونحن من عباد الله، وكل العباد عيال الله، وكلنا من بنيان الله. ولهذا ما يلزمناش نحطوا في ارواحنا لكون احنا خير من غيرنا في ظهرك، ولكن لا حق لنا ان نزكي انفسنا. ولهذا نصيحه لله وبسم الله وعلى خطى نبي الله عليه الصلاه والسلام وبروح من القران، من صف واحد يرحمكم الله في الرجوع إلى الله، تقولون سمعنا وأطعنا، وما تتركوش للناس اللي أساءت الأدب مع الله أن يلقوا فرصة باش يطعنوا في الدين، لأنكم أنتم لم تسلكوا السلوك الحسن، بتفرغكم لا تمثلون الإسلام أبدا، وبسطحيتكم لن تفهموا الإسلام أبدا، وبغطرستكم لن يقبلكم أحد. ولهذا بد باش ترجعوا وتخليوا الشيوعي يولي مسلم، وربما يكون خير منكم، وربما خاطر عنده هو كنز فكري ولو ملطات بعدة أشياء قبيحة، لكن لا حس سياسي ولا عمل فكري. من يجب يكون هذا كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: خيركم الجاهلية خيركم الإسلام، بعيد يبارك فيكم. من يجب من تزكية أنفس، شوفوا روحكم كيفاش توسعون الأدب مع الله، مع أزواجكم، وحتى مع ذواتكم، ومع أبنائكم، ومع والديكم، ومع إخوانكم، ومع كل من يخدم فيكم، أراكم سيئين. حطوا في بالكم نبينا عليه الصلاة والسلام ما ذكرنا، قال: لو كان واحد يجي يوصف لك نفسك ولم يسميك بالاسم، وطلعت على ما قصده لكرهت الموصوف، فاعلم أنك أنت يا مسلم هذا العصر، وهي مصيبة، أن كذلك أنت هو سيء الأخلاق. وإذا كريت الناس ثايرين عليكم، الناس دائما
تحبك فيكم وتعض الألم من الغير عليكم، اعلموا أن لكم من نصيب من المسؤولية في ذلك. أنا أرى التذلل إلى الله سيجعل العباد اللي يكرمونكم ويعظمون شأنكم، ومش بالضرورة باش تكون سيد سياسيا، باش تكون سيد فعليا. والسيادة دائما ترجع لله لا لنا، يرحمكم الله. نحن خير أمة أخرجت للناس إذا كان أمرنا بالمعروف حقا وبدينا بأنفسنا ونهينا عن المنكر وحررنا أنفسنا من المنكر وآمنا بالله إيمانا حسنا فاعلا، لا إسلاما وإيمانا من شكليا صوريا. ونعرف نبينا عليه الصلاة والسلام حذرنا وقال إن الله لا ينظر لأجسادكم ولا لوجوهكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، اللي طهر قلبه يتحنن الله عليه. وهو مش بالضرورة باش يكون عنده سيادة مالية ولا سيادة علمية ولا سيادة سياسية. المفيد تكون سيد على نفسك وما تخليش الشيطان يعبد بها. وافطم من نفس نتاعك، نفسك راهي مغرورة، وإذا كان هي ما لا خليتها ترتع كما تشاء فاعلم أنك أنت الذي سترتع بالدنيا والآخرة القديم والجديد. احذروا غضب الله، والله ما مكر كبير، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. يا تو تونور بور الإسلام، لو فري إسلام. الإسلام هو عزيز أولا وآخرا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. والسلام على من اتبع الهدى.